نتكلم بقى عن كواليس العمل بينك وبين محمد رمضان، الاغاني الاخيره ترند على اليوتيوب الملك. اتكلم. والله محمد عنده طاقه رهيبه، ولما سمعت الاغاني لقيته هو كانه واحد بيصدر طاقته دي جوه الاغاني بتاعته لجمهوره. ماليش دعوه بقى بالناس اللي هي مش عاجبه او مش حاببها الموضوع، طبعا كل واحد حر في رايه وجهه نظره، بس في الاخر انا شايف ان احنا بنصدر طاقه وثقه في النفس عن طريق اغاني، لان في الاخر رد تشوفي على اليوتيوب جمهور محمد كله بيغني الاغنيه على نفسه مش بيغنيها على حد تاني. لا انا مبسوط بالتعامل ده، مبسوط بمحمد جدا، انه شخصيه دينامو وشغل غير طبيعي، يعني ما بينامش فعلا 24 ساعه صاحي، 24 ساعه مركز انه يبقى ناجح، ودي اهم يمكن عنصر في النجاح ان الواحد يبقى شايف ده وما بينامش فعلا. الراجل عايز ينجح وعايز يشتغل 24 ساعه، ما بيقعدش ما بيريحش. فما انت اتعاملت مع محمد رمضان وكنت قريب منه في الفتره الاخيره، معظم الاراء من النقاد او في الساحه الفنيه محمد مغرور، محمد بينجم نفسه، انت شايف ده ازاي؟ والله انا شايف ان محمد زي ما قلت هو عنده طاقه وعنده ثقه في نفسه كويسه قوي مبنيه، يعني هو فعلا وصل للغرور خالص، هو ثقته في نفسه وثقته في ربنا كبيره. في ناس كتير قوي دايما بتخلط فكره ان واحد يبقى واثق في نفسه انه مغرور، خالص هو واثق في نفسه واثق في جمهوره على فكره، فهي واثق في ربنا وفي نفسه وجمهوره، فبيقدم نوع فن للجمهور بتاعه مبني على الثقه في النفس بس، مفيش اي حاجه ولا غرور بقى ولا شفت منه كلام، العكس ده اكتر بني ادم، يعني من اكتر الناس المتواضعه شفتها في حياتي تامر حسني ومحمد رمضان، ما شفتش حد اكتر منهم، لو اي حد في الشارع شافه بينزل يتصور معاه ومع كل، لو 100 واحد هيقف يتصور معاهم كلهم، مش ودايما بيقول ان جمهوره اللي عمله، ودايما عنده ولاء لجمهوره غير طبيعي، فازاي مغرور يعني؟ بس واحد مغرور ده يعني مش هيشوف حد ومحدش هيشوفه، فهو ما عندوش الحاجات دي خالص. لو هنتكلم بقى عن كواليس تصوير كليب الملك، كان في اكيد مشاهد صعبه، كان في اسود، وازاي اتعاملتوا في اللوكيشن مع الموضوع ده؟ والله مش هضحك عليك واقول لك ان محمد كان مدينا كلنا جرعه كده، يعني انا نفسي عمت مع الاسد وبتاع في الميه، ويعني كسر لنا، كان بنتعامل معاهم ان هم قطط يعني. وطبعا لوبا الحلو واشرف اللي هم المدربين بتوع الاسود خلونا اتعودنا عليهم قوي، وعودوا الكرو عليهم وقعدوهم جوه معانا، فكان في الموضوع ما كانش صعب، كان كنا خايفين في الاول، بعد كده لقينا نفسنا ايه اتعودنا عليهم، بقت الناس حتى بتعدي بقى خلاص عادي كانه قطط قاعده يعني، ما فيش قلق. اكتر موقف كان اول حاجه حصلت لك مع الاسد اول ما شفته؟ لا مش انا، هو محمد عمل حاجه مرعبه مع النمر، النمر اصلا ما ينفعش الواحد يلمسه من وشه، حتى نفسها لوبا الحلو قالت له اوعى تيجي على وشه، يعني خليك قاعد جنبه بس ما تجيش عليه. محمد في وسط الغنى واحنا بنصور قام حاطط ايده على وش الاسد على النمر، والغريب النمر ما عملش حاجه وكمل غنى عادي وقام قايم وبتاع، فكلنا في اللحظه دي كنا يعني هيطلع نجري، يعني كلنا كل واحد واخد ساتر وهيطلع نجري، وفي نفس الوقت عايزين نشوف ناخد يعني مش عارفين نعمل ايه، فعدى الموضوع عادي. فده من ثقه محمد في نفسه والله وثقته في ربنا ان ربنا مش هيأذيه، فكان قاعد فعلا فايت في النار مفيش حاجه يعني. ناويين تكملوا يا حسام في مجال الاغاني والكليبات؟ ان شاء الله بشكل قوي وشكل ان شاء الله جامد هنعمل كده باذن الله.